صباح النور مشاهدينا، ونحييكم من استديوهات التلفزيون العربي في العاصمة بيروت. صباح النور توني ومحمد. صباح النور سارة، اليوم الثاني على التوالي. صحيح، شرف لي وأنا. أهلا بكم مشاهدينا، تحيات صباحية مفعمة بالإيجابية والمحبة لكم أينما كنتم. الشهر الفضيل شارف على نهايته، على أمل أن نتشارك العيد المبارك بأقصى درجات الفرح بالرغم من كل القواعد التي فرضتها علينا كورونا. بالفعل سارة، مواضيعنا لليوم تتوخى الإيجابية منوعة، منها كيف نعود إلى النظام الغذائي المعتاد بعد رمضان، متلازمة كواساكي وعلاقته بفيروس كورونا موضوعنا الصحي لليوم، قصة نجاح طالب سوري في ألمانيا في تقرير خاص من هناك، وحكاية جديدة مع خالد النعنع اليوم، وأجواء موسيقية مميزة كالعادة مع عازفة القانون ريما زرزور. صباح النور ريما. صباح النور، صباح النور سارة، صباح النور توني، صباح النور مشاهدينا. اليوم عنا راجعين يا هوا، أنا قلبي دليلي مستنياك الختام. حلو، مستني بك. وإحنا مستنيين. صحيح. نسمع الموسيقى الجميلة. صحيح. بالتأكيد. المطبخ اليوم كأنه خليجي، شام مرويح خليجي مع الشيف فؤاد. صباح النور شيف. صباح النور توني، صباح النور سارة، وصباح النور للمشاهدين. أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدي أحضر أطباق كتير مميزة ورايح على المطبخ الخليجي. رح نحضر طاجن الدجاج على الطريقة الخليجية بطريقة جدا مبسطة، ولكن بدنا نتبع الخطوات الأساسية لحتى نحصل على هذا الطبق. رح نرجع نحضر شوربة الشوفان كمان بمكونات الخليجية والبهارات الخليجية، ومن ثم رح أحضر المبصل على الطريقة الخليجية بالخضار، وختامها رح يكون مع العصير أو مع شراب اللوز. رح يتحضر بطريقة كتير مبسطة وسهلة، وانتروني خلال الحلقة لحتى نشوف كيف حقدم هالوصفات اليوم. بانتظارك. محطتنا الأولى مشاهدينا القدس، حيث الاستعدادات لاستقبال العيد مختلفة هذه السنة. صحيح توني، للأسف القدس تستقبل العيد حزينة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. القدس أكثر بلد بالعالم بالكرة الأرضية تضررت، من ناحية أنه أكثر تشديدات فيها، الحكومة استفردت فيها، الاحتلال بشكل عام وبشكل خاص يعني استغل الكورونا أو استغل الوباء أو استغل المرض لغاية سياسية. سنة غير عن كل سنة، السنة هذه بتختلف لأنك تشايف الأوضاع صعبة جدا، فيش سياحة، فيش ناس تصلي في الحرام، فيش ناس تروح، فيش ناس تجي. صلي حوالي تقريبا 40 سنة أنا عمالي ببسط هون، والحمد لله رب العالمين. يعني قديش مضى من عمري مش زي السنة هذه. مش رمضان الطبيعي اللي احنا دائما بنعيشه، رمضان أجواء حلوة، دائما كانت البلد القديمة مزينة، الحرم فاتح، الناس رايحة الناس جاية، ولا كأنه في عيد ولا عمره مر علينا زي اللي مر هنا. احنا 18 عام واحنا بنلبس مدينة القدس ثوبها الجميل. ما كناش نتوقع في يجي يوم او تيجي عام انه احنا ما نقدر نزين المدينة، ولا يوجد لدينا اي روح لتزيين البلد القديمة. تحلى زينتها بالناس اللي بيمشوا بالشوارع بزيارة الأقصى، يعني لا في ناس ينزلوا يصلوا ولا في، وإحنا معظم الدكاكين بيسكروا من الساعة 6 أو 7، يعني لمين بدهم يزينوا؟ أنا بدعو إنه هذه الغيمة تروح تزول عن كل العالم مش بس علينا، ترجع الأيامات الحلوة، وعود علينا رمضان السنة الجاي طبعا بأحسن وأفضل. القدس مش حزينة بس، يتيمة القدس كالإنسان اللي بيفقد أمه وأبوه.
المفروض ان احنا ما نعلق هذا التعليق لانه احنا من البرنامج ومن طاقم العمل، ولكن التقرير جميل رائع. يعني خلينا نقول انه طريقه تنفيذه بالجد شرحت الموضوع كامل. وفي مدن أرض خصبة للتصوير للصور. صحيح. مثل صحيح. القدس هي مدينة غنية جدا بكل تفاصيلها. المحزن شوية نبرة الحزن اللي في التقرير، وأنه يمكن وجه الكرة الأرضية تغير مع كورونا، غيرت كثير من التفاصيل، وبنتذكرها أكثر لما بتجي التفاصيل مرتبطة بمناسبات كنا متعودين نعيشها بطريقة معينة، والآن أصبح ذلك غير ممكن. متعودين في الأعياد بنقول ينعاد عليكم، هذه السنة أصبحت الجديدة أنه تنذكر وما تنعاد، يمكن صحيح. لأنه فيها الكثير من التفاصيل اللي كانت شوية صعبة على الناس. نعم. والقدس أمس بالذات آخر جمعة من رمضان يحتفى بها في بعض الدول العربية، آخر يوم جمعة من رمضان هو يوم القدس، تحية لكل أهالينا بالقدس. هي درب من مروا إلى السماء كما غنت السيدة فيروز في زهرة المدائن. وبمناسبة السيدة فيروز توني، امبارح خبر كان صادم للجميع، يمكن الناس للحظة نسيت كورونا، نسيت كثير من التفاصيل اللي هم الآن فيها والعيد وثبتوا عند خبر شائعة أطلقت بوفاة السيدة فيروز. صحيح، وصلت لنا كلنا على الواتساب. هالواتساب عم بيكون أرض مثمرة للشائعات والأخبار السلبية في زمن كورونا. نحن دايما بصباح النور منحذر مشاهدينا بأنه ياخدوا الخبر الصحيح من المصدر الموثوق به. طبعا مديرة أعمال السيدة فيروز ابنتها ريما رحباني بنتها عبر صفحتها على فيسبوك نفت الخبر، وقالت أنه هي كانت مقطوعة على الإنترنت والحمد لله ما كان عندها واتساب، بس نحن كلنا بخير حسب ما عبرت، حسب تعبيرها على صفحتها على الفيسبوك. وجريدة النهار أيضا اتصلت بالجامعة الأمريكية ببيروت، لأنه الجامعة الأمريكية ببيروت كانت هي مصدر أو محور الخبر المزيف، والجامعة نفت الخبر طبعا. يعني بنتمنى أنه دائما، أول شيء بنتمنى الصحة والسلامة وطول العمر للسيدة فيروز بالتأكيد، بس بنتمنى كمان أنه إطلاق الإشاعات تتم السيطرة عليه بمكان ما. ويمكن ده الحوار اللي كنا بنتكلم فيه، أنه نفسية مطلق الشائعات ما هي، يمكن احنا جزء من واجبنا كإعلاميين مناقشة هذه النقطة، وبالتأكيد حنفرد لها حلقات أو فقرات في البرنامج ضمن البرنامج، أنه إطلاق الشائعات كيف بيتم ونفسية الإنسان الذي يطلق هذه الشائعة. هو شخص سلبي عم يجرب يرمي سلبيته. صحيح. على كم كبير من الناس للأسف. هذا الخبر، كافة الأخبار وفقرات صباح النور تهمنا أراءكم مشاهدين بها، أرسلوا لنا تعليقاتكم، كما نذكركم بأهمية إرسال فيديوهات عن يومياتكم في الحجر المنزلي عبر رقم الواتساب أو عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. أما الآن فننتقل مباشرة إلى وقفتنا السياسية الأولى مع الزميلة وعد هاشم مع الخبر. شكرا سارة وتوني، صباح النور وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المسجل حول العالم إلى أكثر من 335 ألفا، فيما سجلت أكثر من 5,200,000 إصابة في 196 بلدا ومنطقة، وذلك حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية. أمريكيا دعا الرئيس دونالد ترامب حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة فورا رغم تفشي الوباء ورغم حالات الوفاة اليومية الكثيرة في البلاد. من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل بؤرة جديدة للوباء، موضحة أن البرازيل سجلت أكثر من 300,000 إصابة و19,000 وفاة، ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. وفي روسيا تم تسجيل عدد وفيات قياسي خلال يوم واحد بلغ 150، لكن الوباء لا يزال مستقرا على أراضيها لجهة الإصابات الجديدة. عربيا، قررت السلطات السعودية إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين مع إيقاف حضور المصلين. أما في إسبانيا فقد أعلن كبير خبراء الفيروسات في الحكومة الإسبانية أن مدريد قريبة للغاية من السيطرة على تفشي فيروس كورونا فيها.
وللاطلاع أكثر على تطورات كورونا في إسبانيا ينضم إلينا من بلباو مراسلنا معاذ حامد. صباح النور، أهلا وسهلا بك معاذ. منذ إعادة الفتح التدريجي تفاوتت أرقام الإصابات الجديدة والوفيات صعودا وهبوطا، كيف يؤثر ذلك على الخطة؟ نعم، في الحقيقة منذ تقريبا نحو أسبوع انخفضت أعداد الوفيات إلى ما دون 100 وفاة، إضافة إلى أن الإصابات أصبحت ما دون 500 إصابة. لكن هنالك مشكلة أساسية في الإصابات وأعداد الوفيات، سببها الرئيسي هو أن إسبانيا مكونة من 19 إقليم ذاتي الحكم، وهذه الأقاليم تقوم بتزويد الحكومة المركزية بالإحصائيات التي لديها، ولذلك تتأخر أحيانا وتتفاوت أحيانا الإحصائيات. مثلا هنالك الآن مشكلة ما بين الحكومة المركزية وإقليم كتالونيا. إقليم كتالونيا في اليومين الماضيين مثلا لم يحدث معلوماته في أعداد الإصابات والوفيات، ولكن يوم أمس مساء أمس قال أنه خلال الأيام الماضية هنالك خطأ، لم يتم احتساب أكثر من 630 وفاة جديدة خلال الأيام الماضية، وهنالك غضب في الحكومة المركزية بسبب التلكؤ وعدم الحساب الصحيح لأعداد الوفيات والأرقام. طيب، هل يؤثر ذلك على المرحلة الثانية من خطة إعادة الفتح؟ الحكومة المركزية تؤكد أن الخطر الذي شكله مرض فيروس كورونا تم السيطرة عليه بشكل كبير، وأن العدوى يعني أصبحت قليلة جدا وهي في مناطق محددة، خصوصا في السلك الطبي. يعني نحن نتحدث عن أنه كثير من العاملين الطبيين يصابوا بشكل يومي بسبب هذا المرض، وتقول الحكومة أن الإصابات معروفة المصدر والإصابات غير المعروفة المصدر قليلة جدا، لذلك العملية لا تؤثر على الدخول للمرحلة الثانية. نحن مثلا يوم الاثنين القادم ستدخل تقريبا 47% من الأراضي الإسبانية إلى المرحلة الثانية من الإجراءات التخفيف، وستنضم مدينتي برشلونة ومدريد يوم الاثنين إلى المرحلة الأولى. يعني نحن نعلم أن هاتين المدينتين الكبريين وصاحبتا العدد الأكبر في الإصابات والوفيات تم تأخيرهما للتأكد من إجراءات السلامة ورفع الإجراءات الطبية داخل هذه المدن، لذلك سيدخلون المرحلة الأولى يوم الاثنين القادم، فيما 47% من بقية الأقاليم ستدخل في المرحلة الثانية، وهي مزيد من الإجراءات التخفيفية مثلا السماح بفتح المراكز التجارية الكبيرة مثل المولات ولكن بنسبة استيعابية تقارب 40%، إضافة إلى السماح بالتجمعات العائلية ل 15 شخص. في المرحلة الأولى كان مسموح 10، في المرحلة الثانية أصبح هنالك 15، في المحال التجارية كان مسموح 30%، في المرحلة الثانية أصبح 40%. هي إجراءات تدريجية للوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي المرحلة الرابعة في آخر حزيران القادم. نعم، وربما في هذه المرحلة الأخيرة كانت قررت الحكومة إعادة فتح الحدود أمام السياحة هذا الصيف، والمعروف أن إسبانيا كانت يعني ثاني الدول الأكثر استقبالا للسواح عام 2019 بحوالي 83 مليون سائح. هل من المبكر التنبؤ بمدى نجاح الخطة والوصول إلى إعادة فتح الحدود أمام السواح؟ يعني الحقيقة جميع الكتل النيابية في البرلمان تطالب الحكومة بخطة يطلقون عليها خطة باء في حال فشل الخطة الأولى، لكن الحكومة تقول أنه لا يوجد خطة باء. هنالك خشية من فشل إجراءات التخفيف الحالية، مثلا من إطلاق موجة جديدة من الفيروس خلال المراحل المقبلة، لكن بنفس الوقت هنالك يعني تفاؤل مشوب بالحذر حول يعني انخفاض كبير في أعداد الوفيات يسمح بإعادة تنشيط القطاع السياحي. مثلا في المرحلة الثانية سيتم فتح الشواطئ للمدن التي يسمح لها بالمدن الموجودة على البحر، يسمح لسكان هذه المدن الذهاب إلى البحر، لكن حتى الآن داخليا السياحة الداخلية ممنوعة في إسبانيا، حتى الآن يمنع على أي شخص التنقل من محافظة إلى أخرى إلا بتصريح خاص وبإبراز الوثائق المطلوبة، ولا سيتم مخالفته. إذا نحن نتحدث عن موضوع السياحة، هذا السياحة الخارجية وفتح الحدود مرتبط أكبر في الاتحاد الأوروبي، وهو قرار شامل لجميع دول الاتحاد الأوروبي بفتح الحدود أو عدم فتحها.
شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربية في بلباو وإسبانيا معاذ حامد. ونتابع في أخبارنا، استعادت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مناطق في جنوب طرابلس من قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر. وقال مقاتل حكومة الوفاق الوطني إنهم تقدموا في عدة مناطق من جنوب العاصمة واجتاحوا موقعا عسكريا، فيما أعلنت قوات حفتر أنها انسحبت بالفعل من تلك المناطق كبادرة إنسانية في شهر رمضان. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية قتلت 2 من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع. وقالت القيادة المركزية في بيان إن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد حسن الجغيفي قتلا في الغارة المشتركة على موقع لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور في 17 من مايو. ارتفع عدد الضحايا جراء تحطم طائرة إيرباص الجمعة فوق حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان إلى 97 قتيلا حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات السبت، مشيرة إلى وجود ناجيين 2. وقالت وزارة الصحة في إقليم السند وعاصمته كراتشي إن جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها مشمولون في هذه الحصيلة الجديدة، ولفتت إلى أن عمليات الإنقاذ انتهت صباح السبت. ننتقل إلى جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. بداية الجولة من القدس العربي، وفي عنوانها الرئيس تقول نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال إن إعلان السعودية بخصوص عفو أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عن قتلة والدهم هي بداية تمهد للعفو الملكي العام عن القتلة. فيما يقول نقاد لولي العهد محمد بن سلمان إن العفو الذي أعلنه باسم العائلة الابن الأكبر لجمال صلاح تم بالإكراه. وننتقل إلى جريدة الوطن القطرية، وفي عناوينها الرئيسة وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للبترول يكشف للوطن أن قطر للبترول بصدد الشروع في تنفيذ برنامج كبير وطموح للتنقيب والاستكشاف الدولي. إلى جريدة عمان اليوم التي خصصت أحد عناوينها الرئيسة لتطورات انتشار مرض كوفيد-19، حيث سجلت السلطنة الإصابة اليومية الأكبر منذ بدء انتشار الوباء فيها بحصيلة 424 إصابة خلال الساعات 24 الماضية. إلى جريدة الزمن العراقية التي تركز عنوانها الرئيس حول حجم دين إقليم كردستان، حيث أعلن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أن الدين يبلغ 27 مليار دولار، وحمل حكومة بغداد المسؤولية بالتسبب في الجزء الأكبر منه. وحكومة بغداد تقول إن الإقليم يصدر النفط ولا يسلم الحصة المتفق عليها. جريدة الجمهورية اللبنانية ألقت الضوء على تزايد عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في الساعات 24 الماضية بوتيرة شديدة الخطورة، حيث سجلت 60 إصابة، ما ينبئ بحالة طوارئ صحية اجتماعية. الختام كالمعتاد مع العربي الجديد التي خصصت رئيسيتها لتمهيد قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا لاقتحام مدينة ترهونة جنوب طرابلس ورفضها جميع دعوات وقف إطلاق النار والتحذير من مناورة جديدة لخليفة حفتر. صورة الغلاف خصصتها للظروف الاستثنائية التي يحل فيها عيد الفطر هذا العام بسبب ظروف وتداعيات وباء كوفيد-19، مثلما مر شهر رمضان بدون طقوسه المعتادة، خاصة في ظل الإجراءات المشددة والارتفاع في الأسعار. الكاريكاتير عن خلاف رئيس النظام السوري بشار الأسد مع ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف ودور أسماء الأسد في هذا الخلاف، بعنوان واجهة جديدة لنظام الأسد وبريشة علي حمرة. ومع الكاريكاتير نصل إلى ختام الوقفة الإخبارية الأولى، ملتقانا يتجدد على رأس الساعة. شكرا للمتابعة.
مشاهدينا، كاواساكي مرض نادر يحصد أرواح الأطفال ويحير خبراء الصحة، ولكن ما علاقته بفيروس كورونا؟ دعونا بداية نتابع أنا العربي قبل أن ننتقل لضيفنا من نيويورك للحديث عن كاواساكي. للإضاءة أكثر على هذا الموضوع ينضم إلينا الاختصاصي في أمراض القلب الدكتور عامر سيد مباشرة من نيويورك. دكتور عامر، أهلا بك، صباح النور. صباح الورد، أهلا وسهلا. يا هلا فيك. بداية، ما هو الكاواساكي أو ما يعرف بالصدمة التسممية؟ مرض كاواساكي هو من الأمراض المناعة الذاتية، اللي هو مجموعة من الأمراض الجسم أو مناعة الجسم بتهاجم نفسها. فالكاواساكي له نفس الأعراض اللي ذكرتوها بالريبورتاج، اللي هو بيعمل طفح جلدي وبيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي واحمرار بالعينين بس الشيء المخصوص بكاواساكي هو أنه بيهاجم الشرايين الإكليلية أو الكورونري أرتريز، الشرايين الإكليلية اللي ممكن وبيعمل توسع فيها، فهو بيعمل مثل التهاب الشرايين متوسط وصغيرة الحجم، هي مثل هي الشرايين الإكليلية، وممكن يعمل هارت أتاك أو احتشاء قلبي. وللأسف هذا هو اللي ممكن يقتل المريض. نعم. فهي شغلة ما بنسمع إلا بالكبار بالعمر، مرض الكبار بالعمر نتيجة توسع للشرايين الإكليلية، بيعمل تجلط بهاي الشرايين وبيسبب احتشاءات قلبية. نعم، هو يصيب الأطفال تحديدا، وكما رأينا في تقرير أنا العربي كأنه يصيب بشكل خاص الأطفال ما دون الخامسة من العمر. لماذا الأطفال؟ هلأ أمراض المناعة الذاتية صراحة يعني ما غير مفهومة بشكل، يعني في أمراض مثلا الروماتيزم بتصيب
مثلا النساء مثلا اكثر من الرجال بشوي، وبتصيب اعمار معينه، ويعني في تاهبات جينيه ممكن بتخلي مجموعه من الاعمار بتصيب اكثر من شيء ثاني، بس ما في سبب معين انه ليش يعني، او لحد الان ما بنعرف ليش بصيب الاطفال اكثر من الكبار يعني بالخصوص. بس كوازاكي مثل ما حكيت 80% بصيب اعمار 5 سنين واقل. هلا الفيروس بحد ذاته يعني ممكن مثلا على الاغلب بغير طبيعه يعني المناعه تبعت الجسم، فتركيب الخلايا بيتغير شيء بسيط. هذا تاثير، هاي جزء من النظريات يعني انه بغير فهم المناعه الذاتيه تبعت الاشخاص، فبيهاجم بشكل اغلب عند الاطفال اكثر من الكبار، بس غير مفهوم بالضبط ليش عند الاطفال اكثر. طيب دكتور عامر، ذكرنا باعراض هذا المرض. هلا الاعراض المرض يعني مثلا الحراره هي اكثر من 90% بتكون موجوده، حراره بتكون عاليه فوق ال 100، فوق على السيليزيوس 38 39 39، طفح جلدي مميز. وفي شغله مميزه كثير هي انه اللسان بصير احمر كثير، حتى بيقولوا له يعني ستروبري تانك او لسان الفراوله، فبيكون بشكل كثير احمر، والعينين بيكونوا حمر، وفي اعراض هضميه لانه بيعمل التهابات بالاغشيه المخاطيه. هذا الشيء اللي بنشوفه. بس هلا لما الدكتور بفكر بكوازاكي في شغلات ما بتنشاف، بدها فحوصات معينه، بيعمل مثل ما حكيت توسع بالشرايين الاكليليه حوالين القلب، وهاي الخطوره بتكمن بهالموضوع يعني. نعم، كأن أعراضه تشبه بعض الشيء أعراض فيروس كورونا أو وباء كوفيد 19، ومن هنا شبه البعض كوازاكي بكورونا. أين أوجه الشبه؟ هلأ يعني الشبه مو هو بشكل مباشر، هو يعني مثل association، مثل ترابط بين كوازاكي شافوا وفيروس كورونا، وربما لأنه تزامن يتزامن مع كورونا. هذا الشكل كثير صحيح مزبوط. هلا كوازاكي بشكل عام بيجي بأشهر الشتاء أكثر من الصيف، وبتعرف أشهر الشتاء يعني الإنفلونزا والكومن كولد أو الرشح أو الفيروسات بشكل عام بتكون يعني نشطة أكثر، والكورونا يعني هو جزء من مجموعة الفيروسات هاي. بس يعني الترابط اللي عم نشوفه هلا، لأنه كورونا يعني عم ينتشر بشكل كتير كبير، والنسبة الإنتانية أو يعني قدرته على الانتقال بشكل سريع وكبير بين العالم، ف يعني إذا حكينا يعني نسبة كوازاكي هي نادرة، مرض نادر، بس إذا عم تحكي مليون واحد بده ينصاب بفيروس كورونا، فإذا حكينا نسبة واحد بالعشرة آلاف اللي هي نسبة كتير قليلة، فإذا حكيت على مليون شخص أو مليونين شخص وفي منهم أطفال، فحتلاقي مثل سبايك أو ارتفاع ملحوظ بنسبة مرض نادر بسبب كورونا. بس يعني وجه التشابه ممكن الحرارة، ممكن طفح الجلدي، ممكن الأعراض الهضمية. بس لما نشوف أنه مشاكل بالشرايين الإكليلية حوالين القلب، هذا مو نتيجة كورونا، هذا نتيجة مرض كوازاكي اللي هي مناعة الجسم عم بتحارب شيء ما لازم تحاربه. وربما وجه الفرق الأبرز أن كوازاكي يطال أطفال، بينما فيروس كورونا يطال خصوصا كبار السن. بالنسبة للعلاج دكتور عامر، كأنني عرفت أن الأسبرين يمكن أن يدخل في علاج الكوازاكي. تماما، الأسبرين هلأ الأسبرين بشكل عام تقريبا ممنوع نعطيه للأطفال، لأنه بيعمل متلازمة اسمها متلازمة راي، بتعمل مشاكل عند الأطفال، فما بنعطي. الحالة الوحيدة اللي ممكن نعطي الأسبرين كعلاج هي مرض كوازاكي. وبيعمل شغلتين الأسبرين عند الأطفال يعني المريضين بكوازاكي،
واحد انه بخفف المناعه، لانه مثل ما حكينا المناعه هي السبب الاساسي للمرض بشكل عام، مو هو الفيروس بحد ذاته. هي يعني الفيروس بغير شويه بالتركيب الجسم، فالمناعه الذاتيه بتصير تهاجم نفسها. فهلا مشكلتنا مع المناعه مو مع الفيروس، فالاسبرين بخفض شويه من هالمناعه هاي، وبخفف الاسبرين مميع دم مثل ما بنعرف، فبخفف نسبه انه توسع الاوعيه. هلا لما نحكي توسع يعني مو شغله ايجابيه، يعني التوسع بيكون من الجدار الخارجي، بس اللومن او يعني القطر الداخلي بيتضيق مع هالتوسع شويه. فالاسبرين بنتيجه هالتضيق بيمنع تخثر الدم والاحتشاءات اللي ممكن تصير عند كاوازاكي. نعم، نسبه العلاج والشفاء منه من كاوازاكي. هلا بس كمان شغله، انه العلاج كمان بنعطي شغله اسمها اي في اي جي، اللي هي اجسام مضاده، كمان هاي بتخفض المناعه، وهي مع الاسبرين هي الخط العلاج الاول اللي بيكون لمرض كاوازاكي. سؤالنا الاخير، نسبه الشفاء هل هي عاليه؟ نسبة الشفاء، هلا المهم عند الأهالي لما يشوفوا ابنهم يعني مرضان كثير فلازم يروح على المستشفى. يعني نسبة بالمستشفى العلاج فعال، فنسبة الوفيات أقل من 2% لمرضى كاوازاكي للمعالجين. بس المشكلة لما ما يتعالج المريض بالمستشفى النسبة رح تكون أكبر بكثير. فهذا شيء كثير مهم إنه الأهالي يتوعوا انه اذا الولد عنده هالاعراض اللي حكيناها وبين عليه مريض فلا تخافوا تاخذوه على المستشفى، لانه مشان كورونا وهيك بتخافوا ياخذ المرض. بس هلا اذا هو مريض اوريدي فالمستشفى هي المكان الانسب له، ونسبه الوفيات اقل من 2% هي نسبه منيحه. يعني ككل الامراض الكشف المبكر أساسي. الاختصاصي في أمراض القلب الدكتور عامر سيد، كنت معنا في الصباح الباكر، يعني هلا بتخيل الساعة 3:30 فجرا في نيويورك. شكرا لأنك بقيت معنا. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا، أجواء موسيقية مع القانون، وبركي بنقول لكورونا راجعين يا هوا راجعين على طريقة ريما زرزور. فاصل ثم نعود. We'll be right back.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أهلا بك من جديد سارة. أهلا وسهلا. طيب نذكر مشاهدينا بأهميتهم بالنسبة إلينا وأهمية مشاركاتهم. كيف تقضون الحجر المنزلي؟ شاركونا يومياتكم عبر فيديوهات على رقم الواتساب الظاهر أسفل الشاشة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بصباح النور. وأعتقد في الفترة الجاية كل المشاركات حتكون عن العيد وقضاء أوقات العيد وتناول حلويات العيد ووجبات العيد ونظام المعدة الجديد. صحيح، هنرجع للنظام القديم. صحيح مشاهدينا، صحيح انتهى الشهر الفضيل وحان وقت العودة إلى النظام الغذائي العادي، فكيف ندخل هذا النظام وما هي النصائح الواجب اتباعها؟ الإجابات مع أخصائية التغذية جنى جردلي والتي تنضم إلينا عبر سكايب مباشرة من بيروت. صباح النور جنى. صباح النور سارة. أول شيء كل عام وأنت بخير بالتأكيد. إن شاء الله وأنتو كمان. خلينا نتفق على حاجة من أول الفقرة عشان ما نختلف بعدين، إنه أول يوم في العيد هو عيد وحنعمل كل حاجة وحناكل كل الحلويات. أوكي، وشو بدك تروقي؟ حنشوف، بس إنه أول يوم أول يوم إجازة، بس بعد أول يوم أوكي. بعد ما عيدنا وانبسطنا حنرجع لأسلوب الطعام القديم. كيف ممكن نرجع وننتقل بطريقة سلسة وسهلة بدون ما تعمل مشاكل؟ نعم، السر الغذائي الصحي بيكمن بأنه نحن ما ناكل بطريقة عشوائية وكميات كبيرة. يعني مش بتقول هيدا بدي عيد وبدي أكل اللي بدي إياه. أكبر خطأ نعمله أول أيام العيد نحن بناكل الأخضر واليابس مثل ما بيقولوا، كأنه نحن عم ننتقل من جسمنا 30 يوم حرمناه هلأ بدنا ناكل. هذا مفهوم خاطئ جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه الصيام له أشياء كتير صحية تركها بجسمنا ونحكي عنها بالفقرة، بس الموضوع الأساسي أنه أنا بالعيد كيف بدي أكل وكيف بدي فوت بنظام غذائي؟ ناكل شوي شوي، ما نحرم حالنا، مش مطلوب مننا نبقى بالحرمان أو أنه نحن نقاطع أكل معين، بس الأساس الأهم ناكل من كل شيء شوي. هذه هي المعادلة وببطء، يعني الوجبة ما تكون كتير كبيرة وما تكون ناكل كل شيء بسرعة تما نحط لود وما نحط تقل على المعدة وعلى الجهاز الهضمي. هذا شيء كتير مهم لازم نحن نعرفه، ولازم نفهم جسمنا ونسمع لجسمنا ونحس إذا نحن عم نأذي جسمنا أو عم نضايقه ببعض الأطعمة أو الكميات المعينة. طيب من جهة تانية كمان أثناء فترة الصيام يمكن كتير ناس فقدت كتير من أنواع المعادن أنواع الفيتامينات خسرتها، والآن حابة إنها تعودها أو ترجع لنظام غذائي متوازن وتعوض ربما المغذيات اللي فقدتها، وخاصة أن إحنا في الآن في الوقت اللي إحنا فيه وقت كورونا محتاجين لنظام صحي ومناعي مرتفع. كيف نعمل كده؟ نعم، أنا رح أقول لك بكل صراحة، وقت الصيام هو وقت بنعمل مثل ريست للجسم، كأنه نحن عملنا له ريستارت. أوكي، بس هل نحن عملنا أكلنا كل الأكلات اللي بدنا إياها وعوضنا كل الخسائر بالصيام؟ أكيد لا، ما في أنا عوض كل الفيتامين وكل المعادن والأشياء اللي حاجة لجسمي بفترة الصيام، لأنه وقت الأكل بيكون قصير وقدرتنا على استيعاب الأكل بتكون أقل. شو بصير عنا لما نكسر الصيام ونفوت بأيام العيد؟ أهم شغلة نحن لازم نتناول الفواكه، الفواكه والخضار لنعوض جسمنا الخسائر الفيتامينز والمينرالز اللي نحن خسرناها وقت الصيام. لما أقول فواكه وخضار بحكي عن 5 حبات فواكه بالنهار أو 5 أكواب أو حصص فواكه، ولما أحكي عن خضار لازم الخضار تكون موجودة ب3 وجبات أنا رح أتناولها. فيها تكون خيار وبندورة الصباح، فيها تكون سلطة على الظهر، فيها تكون كمان سلطة عشية أو خضرة مشوية. هيدا أهم شغلة. وفي شيء كتير مهم نحن أمرار منغض النظر عنه بحياتنا اليومية وما بناخده إلا إذا حسينا بالعطش، اللي هو المي. المي 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 هي أساس الجسم، هي أساس الحياة، هي أساس الصحة. المي ضروري نتناول مي، ما نتناولها بكمية كتير كبيرة، نقسمها على مدار النهار
كل ساعة أخذ كباية أو كل ساعة ونص أخذ كباية، وخلي بأكل يكون في مرقة. يعني إذا أنا أكلت يخانة يكون عندي مرقة وفوت الشوربات وفوت العصائر الصحية غير المضاف إليها السكر. هذه شغلة كتير مهمة لازم نعرفها. هلا فيك تقولي لي إنه شاي وقهوة؟ لا قهوة لا، لأنه القهوة رح تفضي المي من الجسم، رح تخليني أنقص بكمية المي، فأكيد القهوة لا تعتبر من السوائل المعوضة للماء. نعم. طيب جانا، ما تحدثتي عن نجم نجوم العيد وعدو أخصائي التغذية الأول اللي هو السكر. أحيانا بناخد منه كميات كبيرة في العيد، خاصة أنه العيد مربوط بالسكريات والحلويات وأنواع الكعك وكل شيء. هذا الكم الكبير من السكر لما يدخل فجأة على الجسم، كيف ممكن يأثر عليه؟ كيف ممكن يأثر عليه بطريقة جدا سلبية؟ رح أقولك كيف. نحن لما نكون حارمين جسمنا من كمية سكر لمدى 30 يوم أو شهر، نحن جسمنا فيك تقولي أنه تقريباً للأشخاص اللي ما بيتناولوا السكر والحلويات الرمضانية بعد كل إفطار، هيدول الأشخاص اللي ما بيتناولوا السكر أو بس بيتناولوه على طريقة عسل أو فواكه، تأكدي أنه هن طلعوا من إدمان السكر البيولوجي. يعني بصير دماغهم ما بيطلب سكر. لما أنا بدي أجي أتناول كمية سكر كتير كبيرة أو بكل زيارة بالعيد أو بكل استضافة لبعض الأفراد العائلة والأفريقاء، لما نقدم له الحلوى العيد من البقلاوة والحلويات والكنافة وأنا أتناولها على كل وجبة أو بكمية كتير زايدة أو أكبر من طاقة جسمي، أتأكد أنه أنا رح يعلى عندي ريسك لالتهابات بالجسم، لح يعلى عندي بيك الأنسولين، لح كون عرضة أكتر للدوخة وللعيان. هون أنا كون عملت مثل صدمة للجسم، عطيته سكر بطريقة جدا فائدة، خربطت له موازينه، بطل يستوعب شو عم ياخد. طبعا بعد 30 يوم صيام الجسم رح يعمل رياكشن جدا سلبية على كمية السكر. فهل أنصح بأنه تناول السكر؟ أكيد لا. هل هو السكر عدو لأخصائية التغذية؟ عدو لكل إنسان بده صحته، عدو للصحة. صراحة السكر ما بننصح فيه أبدا. السكر يجب علينا أنه نتجنبه، مش يفضل أنه نتجنبه، يجب علينا أنه نتجنبه. والسكر غير محبذ لنا بأي أطعمة. هلأ إذا ضيفنا وانحرجنا قدام العالم ما بأثر فينا، ناخد حبة حبتين it's fine، مقبول، بس مش يكون بكمية فائدة ومش يحسسني بالتخمة أو أقول خلص زنقت. ما لازم نوصل لهالموضوع أبدا. يعني أنا بتمنى يضيفونا ويحرجونا جنى، وأنت ما شايفة الصور اللي طالعة معانا على الهواء صراحة. طيب خلينا نقول غير موضوع بالتأكيد يعني معلش. طيب جنى، الآن بعد الصيام، الصيام إحنا بنعرف أنه عنده العديد والعديد من الفوائد. نعم. روحية وصحية. نعم. وعلى كل أجهزة. نعم. الجسم، ولكن حابة أنه تخصصين الحديث عن الأثر الصحي اللي بيسيبه الصيام في الجهاز الهضمي، وكيف ممكن إحنا. نعم. نحافظ على هذه النتيجة اللي وصلنا لها خلال شهر رمضان وتستمر معنا يمكن لفترة أطول. سؤالك كتير حلو سارة. أنا رح خبرك عن سر موجود بالصيام، ومش كل العالم تعرف هيدا السر. في بكتيريا بتنمى بالمعدة بس على الصيام. يعني هيدا البكتيريا بتنمى بس على أنه أنا ما أعطيها ولا شيء أكل ولا شيء مي، تنمى بالجهاز الهضمي وبكل المصارين أو الجهاز شو بقوله الهضمي تبع الإنسان. شو بتعمل هاي البكتيريا؟ بتنمى على الوجه، تعمل مثل حاجز بين الجسم والأشياء اللي جاية من برا اللي ممكن تضره أو بكتيريا غير حميدة ممكن تأذي الجسم. إضافة البكتيريا هايدي بتنظف الجهاز الهضمي، بتعيش على رواسب الجهاز الهضمي وبتعطي طاقة للجسم وللجهاز الهضمي ليرجع يكون قوي من أول وجديد. إضافة شوفي شو بتعمل هاي البكتيريا، اسمها أكلمانسيا، اسمها صعب شوي. شوفي شو بتعمل، تحمينا من البردانة ومن أمراض السكري، وبتقوي جهاز المناعة لأنه بتقوي البكتيريا التانية معه. فهاي البكتيريا ما بتنمى إلا على الصيام
وبتبقى معنا لبعد الصيام. كيف منحافظ عليها؟ انه ما ناكل بكميات كتير كبيرة، وانه ما نعمل اكل عالي السكر وعالي الدهون وعالي بالمقالي. هون لما انا فوت هيدول الاكل بموتوها تلقائيا، فلا، لازم انا هيدي البكتيريا تعيش عندي، لازم فوت باكل خفيف جدا، ولازم اتناول العنب والفراز والاشياء عالية الانتي اوكسيدان يعني مضادات الاكسدة. اضافة لازم اتناول الحليب ومشتقات الحليب والجبنة واللبنة ليقووا اكتر البكتيريا الصحية بالمعدة ويخففوا النفخة. اوكي، فهون الصيام بيترك علينا اثر كتير حلو بالجسم، وبيترك بارت صحي ما منشوفه دغري، بس له جوانب كتير قوية وكتير صحية. فمنرجع منقول ما بناخد سكر وما بناخد مقالي وناكل شوي شوي، هيدا نظام صحي معتدل بحافظ لنا على الأمور الصحية اللي تركها الصيام بجسمنا. يعني أنا بتمنى لك عيد سعيد وعيد مفرح وصحة والسلامة لك ولكل عائلتك ولكل أحبائك، وبتمنى لك تقضي فترة حلوة، واشتقنا لك في الاستوديو، وبنتمنى أنه نستقبلك كالعادة قريبا. أخصائية التغذية جنى جردلي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من بيروت. شكرا سارة. مشاهدينا، هذه نصائح خبيرة أخصائية التغذية، والآن ما هي نصيحة اليوم؟ نتابعها معا. ونصيحة مني أنا طوني مستمدة من خبراء الصحة والطهاة الماهرين، كيلو بصل، البصل صحي جدا. ومن هنا بدأ الشيف فؤاد بالمبصلة على الطريقة الخليجية ولا أشهى. صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. مثل ما خبركم دوني بدي بلش باكل اليوم اللي هي المبصله على الطريقه الخليجيه. راح احضرها بطريقه كتير بسيطه وسهله، مكوناتها ما كثيره، خاصه لانه استعملتها مع الخضار. يعني المبصله ممكن تكون مع عده انواع، ممكن نقدمها مع اللحوم او الدجاج، ولكن انا اليوم فضلت استعملها مع الخضار لحتى تكون عم تضيف على السفره عندي طبق مميز. اول شيء راح اخذ الطحين، عندي 2 كوب من الطحين بدي ضيفهم بقلب جاط كبير. من بعدها بدي اخذ بلش الخضار اللي عندي، اللي هن البطاطا المبشوره، تنبرش على المكنه او يدويا بالمكنه الصغيره، والطماطم المهروس كمان وممكن تكون مبشوره، وايضا استعملت البصل المطحون، البصل طحنته بالمطحنه الكهربائيه لحتى صار عندي بهذا الشكل ناعم. راح ضيف البصل على الطنجرة، رح اخذ الطماطم، مثل ما شايفين الطماطم انا استعملت الطماطم الفاتحة لانه بدي احافظ على لون العجين لونه يكون ابيض. رح نضيف الطماطم عليهم، رح ارجع اخذ البطاطا المهروسة او المفرومة اذا بدكم خشنة، رح اضيف عليها رشة من الملح. طبعا اضافة الملح عليها بتساعدني كمان لحتى البصل والبطاطا يطلعوا السوائل كلها الموجودة بداخلها. أنا عم ضيف الملح، مثل ما شايفين بس يكون عندي استعمال للبطاطا بالوصفة، يفضل إنه نحن نزيد كمية الملح لأنه البطاطا بتاخذ من الملح منيح. طبعاً مشاهدينا مقادير الوصفة عم تمرق قدامنا على الشاشة. هلا رح ضيف رشة البهار الأسود، ورح من بعدها آخذ تقريباً معلقتين من البيكنج باودر اللي هن حيساعدوني لحتى هالعجينة كمان ترتاح وتعطيني نوعاً ما فوليوم. قبل ما أضيف المي ببلش أنا حول هالعجينة لا تكون عجينة نوعا ما متماسكة، ولكن ما رح تكون قاسية، بدها تكون عجينة لينة طرية. مثل ما شايفين أنا عم بخلطهم، عم بخلط الخضار مع بعضهم بهذا الشكل شوي شوي، بتأكد إنه كل الطحين اللي بالجاط عم بيطلعوا عندي، وطريقتها جدا سهلة. طبعا يفضل من بعد ما نحضر هالعجين رح تكون محميين الزيت المقلي لحتى بلش اقليها بشكل اقراص صغيره. طبعا رح اخذ شوي من الكاسه بالماء، بحط ماء على ايدي وباخذ
القطعة وبضيف كمان شوي من المي على ايد التاني وبحول هذه القطعة من الخضار وبدي ارجع نزلها بالزيت. طبعا للاشخاص اللي حابين يعملوها صحية فيهم يحطوها بصينية مدهونة بكمية بسيطة من الزيت ويدخلوها على الفرن على حرارة 180 حوالي 8 دقائق لحتى تاخد لون وبتصير جاهزة للتقديم. طبعا مثل ما شايفين عم بعملها بهذا الشكل، حطيت شوية مي على ايدي لحتى اقدر تنزل العجينة من ايدي. كمان برجع بضيفها على الزيت وهيك بكون عم بقليهم بوقت سريع وعم بعطيهم حراره، ولكن شغله كثير مهمه انا بلشت عم بقليهم بكير ولكن هو يفضل انه نريح العجينه حوالي ربع ساعه لبعدين نرجع نستعملها. كمان شغله بدي انتقل للوصفه الثانيه لحتى تبل الدجاج، بدي البهارات المشكله اللي عندي اللي موجوده رح تبل الدجاج فيها وانقعهم حوالي ساعه بالبراد لحتى اقدر استعملها. انا رح تبل الدجاج بالبهارات الموجوده عندي واكيد بعد شوي رح ارجع اخبركم كيف تبلتها وكيف طريقه التحضير. تروني. شكرا شيف، صح كلامك مش هيك بنقول بالخليج على الطريقه الخليجيه. بالاجمال ساره بتلحقي قلبك او عقلك؟ بالحق قلبي او عقلي؟ لا سهله معدتي. معدتي؟ طبعا. بعدك جاي من المطبخ؟ طبعا. بعدك بالفقره السابقه؟ لا انا بدي اروح للفقره التاليه واقول لك انا قلبي دليلي. وانا معدتي دليلي. بس نسمع انا قلبي دليلي. بس المهم معدتك تقول لك حتحبي. كل الاطباق في اشياء بتنقلها طبعا. حتحبي. اذا انا قلبي دليلي لليلى مراد على طريقه ريما زرزور على القانون. فاصل ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أهلا بك من جديد سارة. صباح النور. حلوة الحلقة جدا لحد الآن. نحن نضاهي أو نقاوم كورونا بالإيجابية. صحيح. إلى الزميلة وعد هاشم والفقرة السياسية والإخبارية. واليوم يشرفنا أن ضيفنا سيأتي إلى استوديو رغم المخاطر. إليك وعد وضيفك. شكرا لك توني. أهلا بكم من جديد وهذا موجز لأهم الأخبار. ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى أكثر من 335,000 فيما سجلت أكثر من 5,200,000 إصابة في 196 بلدا ومنطقة وذلك حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية. أمريكيا دعا الرئيس دونالد ترامب حكام الولايات إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة فورا رغم تفشي الوباء ورغم حالات الوفاة اليومية الكثيرة في البلاد. من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أمريكا الجنوبية بدأت تشكل بؤرة جديدة للوباء موضحة أن البرازيل سجلت أكثر من 300,000 إصابة و19,000 وفاة ما يجعلها البلد الثالث الأكثر تضررا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا. وفي روسيا تم تسجيل عدد وفيات قياسي خلال يوم واحد بلغ 150 لكن الوباء لا يزال مستقر على أراضيها لجهة الإصابات الجديدة.
عربيا، قررت السلطات السعودية إقامة صلاة العيد الفطر في الحرمين الشريفين مع إيقاف حضور المصلين. أما في إسبانيا فقد أعلن كبير خبراء الفيروسات في الحكومة الإسبانية أن مدريد قريبة للغاية من السيطرة على تفشي فيروس كورونا فيها. قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا تستعيد مناطق جنوب طرابلس من قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر. وقال مقاتلو حكومة الوفاق الوطني إنهم تقدموا في عدة مناطق من جنوب العاصمة واجتاحوا موقعا عسكريا، فيما أعلنت قوات حفتر أنها انسحبت بالفعل من تلك المناطق كبادرة إنسانية في شهر رمضان. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية قتلت 2 من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع. ارتفاع عدد ضحايا تحطم طائرة إيرباص الجمعة فوق حي سكني في كراتشي كبرى مدن جنوب باكستان إلى 97 قتيلا حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات السبت، مشيرة إلى وجود ناجيين 2. بعد مرور 100 يوم على نيل الحكومة اللبنانية ثقة من البرلمان، قدم رئيسها حسان دياب جردة حساب عدد فيها التحديات والصعوبات التي واجهتها لإضفاء أهمية على ما قدمه كإنجازات. وفيما لم يخلو خطابه المصور من مزيد من الوعود، بدأ الواقع اللبناني أقل تفاؤل بسبب التوترات السياسية والاقتصادية والوبائية، والانتقادات لحكومة حسان دياب لم تعد من معارضيها فقط بل من مكوناتها، حتى قيل إن سر بقائها هو الخوف من الفراغ. تطورات الملف اللبناني نناقشها مع ضيفنا الكاتب الصحفي سعد كيوان. صباح النور واهلا وسهلا فيك استاذ سعد. يعطيك العافيه. شكرا لك. هل توافق بان بقاء حكومه حسان دياب هو بسبب الخوف من الفراغ وغياب البديل؟ يعني حقيقه الواحد ما بده يكون هيك كثير قاسي ليقول انه يعني وجود هذه الحكومه وعدمه هو يعني سيئين. الحقيقه يعني هي تملا فراغ بالمعنى يعني بمعنى جسدي، بمعنى حضور انه في حكومه في السراي، ولكن حتى الان هذه الحكومه مع الاسف يعني مع كل الاراده الطيبه والحسنه سواء من بعض من وزرائها او من يعني بعض الناس اللي تاملت انه ممكن يعني تعمل اي خطوه ما باتجاه يعني ايجابي، حتى الان ما في شيء يعني في شيء. بعدين اكثر من ذلك يعني هيك يعني بيخلي الانسان يعني فعلا انه امبارح رئيس الحكومه او امبارح تقدم وقف امام بالسراي وقال يعني وقف يعدل انجازاته يعني ب 100 يوم من الحكم. يعني صراحه اولا هل يعني نفذ 97% من هذا المشهد؟ اي 97. اولا يعني كيف ممكن يعني اذا حكومه في السويد او في شو بعرفني بريطانيا باعرق الديمقراطيه ما بتطمح تقول انه هي انجزت 97% من اهدافها وتحققت 97%. اثنين يعني في كمان اكثر من هيك سوريالي، مشهد سوريالي انه يعني حكم ال 100 يوم شو نابليون بونابارت انت يعني شو معلش يعني 100 يوم بلبنان بهذا الوضع اللي احنا فيه شو بدك تنجز 100 يوم؟ بدي اعطيك انا كمان يعني حق الشفعه واقول انه انت 100 يوم ما فيك يعني تعمل عجيب. خلينا نشوف ماذا انجز. فليش انت عم بتعتبر 100 يوم انه انجزت عجيب 97%؟ يعني اذا بدي له انا بالمقابل 3% بدي له كل شيء فيه نرجع الى ما قبل كل شيء فيه ب 3%. يعني لا فعلا مع الاسف الامر يعني المشهد يعني سنفصل المشهد أكثر، ولكن دعنا نشاهد هذا التقرير عن 100 يوم الأولى لحكومة لبنان، نعود بعده لمتابعة نقاشنا. دفع تفاقم الأزمة اللبنانية رئيس الحكومة إلى التحذير من مجاعة قد تضرب البلاد. حسن دياب في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية استعرض أسباب التدهور الاجتماعي والاقتصادي. بالإنجليزية حذر دياب الغرب من احتمال عدم قدرة نصف العائلات اللبنانية من تأمين رغيف الخبز، وبالعربية خاطب اللبنانيين وعدد إنجازات حكومته.
إن جرأة قرارنا ورشد خيارنا أنقذا البلد. فلو أننا كنا دفعنا قيمة سندات اليوروبوند عن سنة 2020 بقيمة 4.6 مليار دولار لكانت قدراتنا المالية الضعيفة أكثر ضعفا. ومن السرايا الحكومية لم يغفل عن إدانة النظام الذي تسبب بالواقع الحالي، ما فسره المتابعون عن نية لاستعطاف الخارج بواسطة إعلان القيام بإصلاحات في الداخل. لم تتبلور حتى اللحظة كإنجازات حقيقية، خصوصا عندما تحدث عن الفساد، عن مكافحة الفساد. أنجزنا أو أعدينا خطة وطنية لمكافحة الفساد أو استراتيجية وطنية، ولكن هل فتحنا ملف فساد واحد؟ لا. تحدثنا عن دعوة الجهات المانحة إلى ملاحقة الأموال المنهوبة في لبنان، وما هي مهمة الحكومة والقضاء اللبناني؟ 100 يوم على تسلم الحكومة الجديدة زمام الحكم، كانت الأسوأ في تاريخ اللبنانيين على الصعيد المعيشي يقولون هنا. وزراء ولا نواب ولا مدراء عامين، كله بفوت على الحبس من هون بيطلع من هون. الرؤساء الثانية مسيطرين على الكل، ما عم يخلوه يتنفس. الحكومة تشغل نفسها بإعداد مشاريع قوانين جديدة للمحاسبة رغم عدم الحاجة إلى تحديث القوانين القائمة كما يقول حقوقيون، ما يدفع المراقبين إلى القول إن تفعيل القوانين هو الذي يقنع الشارع بإنجازات الحكومة. بينما يعلن رئيس الحكومة عن تحقيق 97% من وعوده، يشكو اللبنانيون من تآكل القدرة الشرائية وتسريح العمال وتجميد الرواتب وانقطاع الكهرباء وغيرها من الهموم، هموم تعكس الهوة بين الخطاب الرسمي ومطالب الشارع. حسين خريص، العربي، بيروت. نعود إليك الكاتب الصحفي سعد كيوان وإلى حوارنا عن 100 يوم على الحكومة اللبنانية. لنكون واقعيين، حسان دياب تولى رئاسة حكومة بظروف صعبة جدا سياسيا اقتصاديا، ثم أتت يعني أزمة كورونا. السؤال اليوم، هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ شوف، يعني أولا في لبنان في هناك تركيبة سياسية يعني تاريخيا ويعني على مدى ممارسة وخاصة في السنوات ما بعد الحرب يعني جدا معقدة ومركبة، وهي تحتاج إلى نوع يعني على الأقل من الخبرة ومن الأنات ومن يعني الحكمة. هذا لا يعني أنه يعني أن هناك سلطة سياسية حكر على يعني طبقة سياسية معينة. هذا لا يعني أنه لا يمكن واحد مثل حسان دياب أو غير حسان دياب أن يكون رئيس حكومة بما يعني تغيير. نعم. ولكن بنفس الوقت يعني بهذا الظرف اللي فعلا صعب ومعقد، البلد على شفير الانهيار اقتصاديا وماليا، وليس فقط اقتصاديا وماليا، يعني بعدين أسباب الاقتصاد الانهيار المالي والنقدي هو ليس مالي بحت، ليس نقدي بحت، هو سياسي. يعني هاي هي المشكلة الأساس برأي اللب اللي ما بيقدر واحد مثل حسان دياب يواجهها، لأنه هو أتى إلى الحكومة، إلى السلطة إذا كان سلطة، أتى لرأس الحكومة نتيجة طبخة معينة، وبالتالي واضح أنه هو ليس رجل سياسي، ليس لديه شعبية سياسية، ليس له حيثية سياسية تمكنه من أن يمارس يلعب دور، وبالتالي هناك من يدعم هذا الموقف هذا الدور. إذا هو مدين لقوى سياسية جابته. لذلك يعني إذا كان هو ما في حط إيده هون بقى بجاوبك بالضبط، ما في حط إيده على مكمن الخلل الأساسي اللي هو بالسياسي وليس بالاقتصاد. الاقتصاد والمال هو نتيجة الخلل السياسي. لبنان ما عنده قرار سياسي، ليس بإيده القرار السياسي وليس بإيد هذه الحكومة. هناك في حدا طرف سياسي، أطراف سياسية مستولي على القرار السياسي وهي تدير البلد. هذه القوى المستولية على القرار إلى أين تأخذ البلد؟ من ناج يعني. بس أنه لذلك لا يمكن لشخصية مثل حسان دياب أن يفعل ينتج أمر ما. مشان هيك بتصبح المفارقة البارادوكس، يعني شوي مضحك أنه بهذه الصورة اللي عم نقول عنها ما فيك تطلع أنت توقف بعد 300 يوم وتقول أنا صعوبة أنجزت هذا أنجزت النظام أنجزت. أيضا يتبلور بالخلافات اللي شهدناها من داخل مكونات الحكومة وليس فقط من الخارجين منا، إلى حد التهديد بانسحاب وزراء أمل بفترة بالزبط. أخرى المرضى، ما هذا بيأكد اللي عم نقوله، أنه هذه الحكومة أنت لنك
يعني سياسي محترف وعندك حيثية شعبية تحملك، واثنين ليست هذه الحكومة كما أعلنت وعدت أنه مستقلين وأخصائيين. البرهان هذا اللي عم بتقوليه بيأكد أنه هاي الحكومة مش حكومة مستقلين، طيب. أنه عم بيدروها الشباب اللي مركبينها، مش هناك عم بتخصصوا بين بعض. ما الحل أستاذ سعد إذا كان اليوم حكومة حسان دياب يعني مكبلة بنظام معين، ما الحل؟ ما العمل؟ ما العمل؟ أولا يعني على حسان دياب، أولا إذا كان هو بعد هذه المئة يوم يعني فات إلى الداخل وفهم أمور وقدر أن يفهم أمور كثيرة، عليه أن يقطع يخرج ويصارح اللبنانيين على ماذا رأى وماذا استنتج، طيب. وهو إلى أين ممكن يذهب. ثانيا يتخذ القرار المناسب إذا كان فعلا هو الآن عم بيمارس لعبة أنه التورية وأنه لا باقي في الحكومة رغم كل هذه الإمكانيات الضئيلة، لا عليه أن يطلع ويقول أنه هذه الأمور وأنا أتحمل مسؤوليتي وأستقيل. هذه هي أول خطوة. واثنين يجب أن يسلط المسمار الضوء على هذه السلطة، ما يبقى ضوء مسلط يعني على الطبقة السياسية الحاكمة مش على حسان دياب بس. حسان دياب هو بارافان، هو مش هو بالواجهة فقط، وهني وراءه يحركوه لأنه اضطروا على ضوء ضربات الثورة خلال أول الشتوية أن يتراجعوا خطوة شو إلى الأمام الشباب وحطوا أحد بالواجهة. كثيرة حدثت يعني وتطورت سلبيا للأسف خلال هيدول المئة يوم، سنحاول التطرق إليها تباعا. أولا خلينا نحكي عن سعر صرف الليرة اللي وصل لمستوى قياسي في تاريخ لبنان 4500 ليرة. شفنا خلافات مع حاكم المصرف المركزي وصلت إلى درجة التلويح بإقالة الحاكم، ثم رجعوا قعدوا على طاولة واحدة ولو أنه أمام أيضا يعني المجتمع الدولي كان في هذه الاشتباكات، ولكن الحل حيكون آخر شيء بالتوافق والتراضي على الطريقة اللبنانية. إلى ما يؤشر ذلك؟ على الطريقة اللبنانية. أولا يعني سعر صرف الليرة، طبعا أنا لست خبير اقتصادي، ولكن يعني طبعا الظرف الاقتصادي والمالي اللي عم بيمر في البلد بالمناسبة مش من 5-6 أشهر، هذا من كمان من سابق من حكومة واثنين سابقا يعني من سنتين وثلاثة. في يوم تحقيقات قضائية أزمة يعني اقتصادية رشح عنا فضائح واتهامات لجهات يعني وازنة. يعني هذه خليني أقول لك شغلة أساسية لو سمحتي، هذا اللي عم نعيشه هو نتيجة هذه التسوية اللي انعملت في 2016. هذا هو بيت القصيد، هودي الشباب اللي هني ماسكين أطراف السلطة يعني طرف ثلاث قوى الأساسية عملوا تسوية مع بعض صفقة وجوا على السلطة، يعني أطراف. يعني ميشيل عون رفيق سعد الحريري وحزب الله منو بالخارج اليوم هادي. سعد الحريري ما انتصر بس هذا بس هيدي هيدي نتيجة التسوية اللي عملت ب 2016. هيدي راحوا أوهمونا إنه إذا نحن نقعد مع بعض يعني اليوم حكومة حسان دياب ليست حكومة الانقلاب على هذه التركيبة الفاسدة. انقلاب بالشكل يعني هو إجا قال انه انا معكم يا سوار وانا مطالبكم والى اخره، وحاتبنى حكومه المستقلين والتكنوقراط واللي بدكم اياه وعناوين الثوره وشعاراتها، ولكن عمليا لا، لانه هل بعدنا عم نحكي عليك عم تقولي انه كيف عم بتخانقوا بقلب الحكومه على المحاصصه والمعتعينات، وحتى هو نفسه دخل ببزار المحاصصه اخيرا صار بده يعين محافظ بيروت وصار بده وفات بالطائفيه وبكل شيء ايضا وفضيحه تهريب المازوت والطحين الى سوريا كمان شو صار فيها. هيدي كمان من نتائج هيدي التسويه اللي كانت قائمه واللي كانوا كل واحد عم بمرق لك يعني عنوانها كان يعني فضيحة الفيول وتمديد لشركة سوناتراك هذه التسوية عنوانها السلاح مقابل الفساد مقابل السلاح. يعني عم نسمع قنابل يعني صوتية أكثر مما هي فعلية أو قرار فعلي. بتغطوني سلاحي بسكت على الفساد تبعكم. هيدي مشيت من ثلاث سنوات من بداية التسوية اللي عملت 2016. اليوم بلشت تبين يعني كل مساوئها. الآن في صندوق النقد عم بنفاوضه، ما كان بدنا نفاوضه، كان حسب الله ممنوع نفاوض لانه هيدي وصيه اجنبيه. الان صار بدنا نفاوضه، طيب اوكي عم فاوض صندوق ناد منه كاريتاس، يعني ما بيعطيني مصاري هيك لانه سود عيوني، واصلا هيدي منا منح، منا هبات، هيدي قروض وديون، لذلك هو في شروط لصندوق النقد. الان الشروط هيدي بدات تبين ان شروط قاسيه، ما بقى حدا يعطينا يعني لا بقى في باريز اثنين وثلاثه وسادس، ما بقى حدا يعطي مصاري امام الوضع. فبلش الشباب خليني باردون بس اكفي، ركضوا دغري بلشوا يضبطوا المعابر لانه هذا شرط من الشروط، ودغري بنهار ب 24 ساعه صار في الجيش حرام يقدر يمسك كل شيء في صهاريج على تروح على النفط على سوريا وكل شيء في طحين والاخر تهريب على سوريا، وسوريا اللي عليها عقوبات. نحن عم نشتري النفط لبنان، يعني اكتشف مؤخرا انه فاتورته النفطيه هي مليارين دولار صارت 6 ملايين دولار اخر سنه. ليه؟ لانه في 4 ملايين دولار تهريب عم بيروح مشتريهم نحن بندفعهم للبنانيين بيروحوا على سوريا.
لذلك عم بيحاولوا يعجلوا، لأنه هم شغلة بدي لك إياها مهمة كتير. نعم. عم بيحاولوا يستعجلوا الشباب الآن ويرتبوا الأمور لعله، لأن الأهم من ذلك وعم بيضغطوا على حاكم مصرف لبنان انه بركي هالاخر اسبوع ما تبقى يعني بركي بينزل له شيء مليار بخلوا له مضغوط عليه كثير يعني شوي. اجى اسمه بتحقيقات قضائيه وهو يرأس القاضي المالكي بس هو ابرينو سوا ابرينو سوا بس بدي ونص يعني بس بهيدي انه في شيء اسمه اول حزيران في شيء اسمه قانون سيدر سيزر عفوا قانون قيصر من العقوبات القاسية جدا على سوريا قاعدة أمريكية لذلك كل من يدعم ويتعاون مع سوريا فقط لو كيف حيأثر على لبنان هيدا الشيء؟ حيأثر بالتأكيد لأنه نحن هيدا حتتسكر يعني هيدا يعني هيدا المزرياب حيتسكر هيدا المعابر غير الشرعية اللي كانت سياحة نياحة لا النظام السوري ولا الإيراني ولا خد دولار فوت دولار هيدا سيراقب بشكل مباشر ودقيق من قبل الأمريكان بالتالي يصبح نحن نتحمل مسؤوليتنا يعني على الوضع الداخلي هون بتصير في ضغط أكيد داخلي قوي ومش بس على المستوى المالي والاقتصادي أيضا على المستوى السياسي يعني هون بيصال الطابة إلى عند حزب الله ما هو القرار الأخير هل تريد إنقاذ البلد وبالتالي تؤمن يعني إمكانية بديل عبر صندوق النقد أم أنك يعني ستنهار أنت والبلد يعني هذا هو السؤال الأساسي على كل حال الأمور أيضا يعني ترتبط بالتطورات الإقليمية والدولية شكرا جزيلا على حضورك معنا بهذه المناسبة شكرا الخاصة 100 يوم للحكومة اللبنانية الكاتب الصحفي سعد كيوان شكرا جزيلا لك. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام فقراتنا الإخبارية ملتقانا يتجدد يوم غد كالمعتاد أما الآن فعودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقراتنا شكرا لك وعد وشكر موصول لضيفك أيضا مشاهدينا إلى ألمانيا حيث برز محمد عيسى طالبا متفوقا في اختصاصه كيف نتعرف عليه وعلى التفاصيل في هذا التقرير أنا محمد العيسى من سوريا طبعا مقيم بألمانيا من حوالي 6 سنوات هون عم بدرس فيزياء طبية طبعا بحضر رسالة الدكتوراه الاختصاص تبعي طبعا هو علاج السرطان الإشعاعي جيل جديد من أجهزة علاج السرطان اللي اسمه mRNA-Linac طبعا بهالجهاز فينا نشوف الورم ديركت مباشرة خلال العلاج الإشعاعي He was quite successful in his study, and therefore I offered him a PhD program. And now he is about 1 year in the PhD program. بنفس الوقت بشرف على مخبر التبعثر الأشعة اللي هو مخبر لطلاب الجامعة عندنا لطلاب هندسة الأجهزة الطبية أنشأنا جمعية مالك عام 2016 طبعا فكرة الجمعية كانت بعد حصولي على عدد من المنح الألمانية حصلت على هيسن فوندس هي منحة لأصحاب الكفاءات العليا فحاولت يعني أنقل التجربة تبعي بموضوع الدراسة والمشاكل اللي بتواجه أي طالب أجنبي بتأسيس الجمعية نحن بنساعد الطلاب والطلاب نفسهم مستقبلا هم بيساعدوا غيرهم ما إلها أي دعم ولا تتبع لأي جهة ولا رح تتبع لأي جهة نحن بنشتغل بمجهودنا بمعارفنا بعلاقاتنا بخبرتنا كلنا بنواجه صعوبات أكيد والنجاح مو سهل النجاح بيحتاج صبر بس يعني سارة الجالية السورية أثبتت تفوقها وقدراتها وتمكنها من الاستمرارية في كافة بلدان اللجوء صحيح واللي أثبت كمان أنه كل ما بنلقى الإمكانيات عندنا كم من المواهب فعلا بتسهل أنها تظهر وتأخذ فرصتها نعم لنتكلم عن منصة إعلامية أيضا أثبتت قدرة الفلسطينيين على التحدي وعلى النجاح وعلى البروز من النجاحات أيضا ما يسجل للمنصة الإعلامية كامب جي
المولجة نقل صوت ووجع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وللإضاءة على الدور الذي تلعبه كامب جي ينضم إلينا مباشرة من بيروت عبر سكايب المشرف على هذه المنصة هشام كايد. صباح النور هشام، عرفنا بداية على كامب جي، كيف ولدت هذه المنصة وما الفكرة وراءها؟ صباح الخير جميعا. كامب جي هي منصة إعلامية هدفها الأساسي نقل واقع اللاجئين عبر وسائل الإعلام وعبر منصة كامب جي بالتحديد. هدفها الأساسي لهالمنصة هو إعطاء مساحة للاجئين، اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، يعبروا عن قضاياهم ويعبروا عن الأشياء الخاصة فيهم في ظل غياب تام للإعلام أو من الإعلام اللبناني عن وضع اللاجئين وعن مساهمات وعن عن مساهمات اللاجئين في لبنان. فنحن بنحاول نكون الصورة الحقيقية للاجئين عبر منصة كامب جي. كامب جي بلشت من ثلاث سنين. اللي بيقوم بهالمنصة أو اللي بيدير هالمنصة هو مركز الجنة أو مركز المعلومات العربي للبنان الشعبية. فأهميتها كمان كامب جي إنه هي بتشتغل مع يعني الصحفيين أو الريبورترز اللي بيشتغلوا بهالمنصة، إن كلهم أو جميعهم من المخيمات أو من المناطق اللي فيها لاجئين. فنحن كمان قريبين كتير للصوت الحقيقي، يعني نحن الصوت الحقيقي لهالمجتمع. نعم هشام، في مقابلة سابقة لك قلت إن من مهمات كامب جي أن تغير الصورة النمطية للاجئين في لبنان، ما هذه الصورة النمطية التي تحاولون تغييرها؟ في جهل تام في لبنان يعني عن وضع اللاجئين وعن حاجات اللاجئين وعن عن إسهامات اللاجئين، وحتى عن في جهل دائما انه دائما بنحط المشكله الاساسيه في لبنان انه هي سببها اللاجئين، يعني وما بيتضوا على إسهامات اللاجئين. ففي شريحه كبيره من الشعب اللبناني ما بيعرف او ما مش زاير مخيمات فلسطينيه او مخيمات سوريه، ودائما لما ينحكى عن هذه المخيمات أو عن هذا المجتمع بينحكى بطريقة غير علمية وغير واقعية. فنحن اللي بنحاول إنه نغير صورة نمطية، فعلا بنحاول نغير، لأنه إذا حضرتك متابع منيح للمنصة بتشوف في قضايا كتير هي عم تطرح على المنصة وهي مش موجودة بالإعلام اللبناني. في حاجات كتير للمجتمع لهذه المجتمعات كمان مش بتروحها على الجانب اللبناني. حتى في قضايا هلا حاليا عم بتصير اللي هو المساعدات للاجئين من منظمات الأدروة، بتشوف بالمجتمع بالإعلام اللبناني هذا كله منه موجود، مع انه في مشاكل كتير عم بتصير في عملية التوزيع للناس، كيف عم بيتجمعوا بالجامع وكأنه ما في عنا فيروس كورونا بالبلد ومش محضرين الاحتياطات إلى آخره. فعمليا نحن بنحاول نسلط الضوء على القضايا اللي هي بتتحسن وضع اللاجئين، وكمان تكون عم بتغير الصورة النمطية للشريحة كبيرة في لبنان اللي هن عندهم معلومات خاطئة عن اللاجئين. شفنا يعني شاهدنا الفيديو الأخير الذي حملتموه على صفحتكم على فيسبوك، مصاري اللاجئين مش ورثة من حدا، بالمناسبة يسلم على ريان سكر خفيفة الدم وموهوبة. ريان كأن عندها الموهبة الصحفية، من هم المشاركون في نشاطاتكم الإعلامية في كامب جي؟ ما هي خلفياتهم المهنية خصوصا؟ أهمية المنصة، فعلا أهمية المنصة هي فتح مجال للشباب ليكونوا ناقلين للصوت. يعني ريان دارسة إعلام، نعم، لكن في مجموعة كبيرة من الشباب تم تدريبهم في قلب المنصة، وهي أهمية، تم تدريبهم من دي دبليو أكاديمية أو دوتش فيلي، تدرب لمدة سنة على العمل الصحفي على العمل الإعلامي، ومنه كانت ريان. يعني ريان كانت لما بلشت في المنصة كانت صغيرة قبل ما تتخرج. في شباب تانيين ما كان عندهم أي معلومة أو أي
خلفية إعلامية، فتم تدريبه لفترة طويلة في المنصة لا يقدروا ينقلوا أو لا يكونوا مساهمين فاعلين في هذه المنصة. في مجموعة من الشباب كمان أو من الشباب والشابات هم دارسين إعلام كمان عندهم مساهمات كبيرة في هالمنصة للعمل، وهذا الشيء جميل يعني. البرامج اللي اللي عم بتكون في هذه المنصة هي عم بتكون فعلا برامج نوعة. وكمان الشغل الحلو انه نحن كمجموعه ما بنعد انه المنصه هي فقط منصه اعلاميه بقدر ما هي منصه تربويه وثقافيه. ليش؟ لانه نحن دائما بنحاول نجمع الفريق، كل الفريق نهار الاثنين نهار الاثنين بكون عندنا دكتور ميتنج، فبكون في مناقشه للتقارير اللي راح تطلع، وبكون نحن هون عم نثقف او عم نطور مهارات الفريق. نعم، كمنصه ثقافيه. نعم، كمنصة كمنصة ثقافية، كان لديكم مسابقة ثقافية أدبية في خلال شهر رمضان في مخيم نهر البارد، أخبرنا عنها أكثر لو سمحت، وما الهدف منها طبعا؟ بالحقيقة هذه المسابقة مش كامجر عم بتقوم فيها، كانت مبادرة عم بقوم فيها شباب من مخيم نهر البارد، فنحن كنا عم نركز أو نحن عم نقول كمان أهمية هذه المبادرة للمجتمع، فنحن كنا عم يعني عددنا تقرير عن هذه المبادرات، لأنه في المخيمات كمان في مبادرات نوعية، وفي مبادرات بقوم فيها الأهل كمان لمساعدة بعض، في عندنا مبادرات بتكون محفزة لفئات شبابية أخرى، فنحن دائما بنركز على هذه المبادرات لحتى المخيمات أو اللاجئين يعرفوا بالضبط شو عم بيصير بالمخيم ومخيم بالتجمع وتجمع. نعم، يعني مثل ما بديت حديثك أستاذ هشام، الإنسان عدو ما يجهل، ونحن طبعا نحيي المشرفين على منصة كامب جي وأنت أبرزهم تعرفونا أكثر وأكثر على اللاجئين الفلسطينيين والسوريين إخوتنا في لبنان. شكرا لك المشرف على منصة كامب جي هشام كايد، كنت معنا مباشرة من بيروت. شكرا لك. مشاهدينا، وقفتنا التالية مع الشيف فؤاد والشيف سارة ولأشها على الطريقة الخليجية. إذن مشاهدينا مستمرين في تجهيز الأطباق. صحيح. اللي ريحتها رائعة لليوم. لهلأ ريحها رائعة. طبعا صباح النور مشاهدينا، اليوم مثل ما خبرتكم بداية الحلقة بدي أحضر أطباق خليجية. هأبتدي بأول طبق اللي هو طاجن الدجاج، رح يتحضر على الطريقة الخليجية. أنا سبق وحضرت نص كمية الدجاج لحتى نكون كفينا الوقت، وحورجيكم الطريقة كيف حتتحضر. عندي قطع الدجاج مع الجلد جاهزين هون، رح ضيف عليهم شوي من زيت الزيتون، كمية بسيطة من زيت الزيتون، رح ضيف البهارات عليها اللي موجودة عندي. عندي تشكيلة البهارات الخليجية جاهزة، خلطة جاهزة، رح ضيف عليها الحر الناعم. للأشخاص اللي ما بحبوا يضيفوا الحار ممكن إضافة البابريكا الحلوة. رح ضيف الحار، رح نرجع رش صغيرة من البهار الأسود. مثل ما شايفين الأطباق الخليجية بتحتوي كتير على كمية بهارات. رح نضيف الكمون كمان عليهم ورشة الملح لحتى تكون عم تعطينا النكهة المطلوبة، وثم إضافة خيوط الزعفران رح ضيفهم عليها بهذا الشكل، واللي هو بيستعمل بكثافة في المطبخ الخليجي. صحيح صحيح صحيح. طبعا مشاهدينا مقادير الوصفة عم تمرق هلأ قدامنا على الشاشة. مثل ما شايفين أنا تبلت الدجاج بالمكونات، يفضل تريحهم حوالي ساعة لساعتين بالبراد بعدين نستعملهم. أنا دغري هلأ حأشويهم، أحطهم بالمقلة مثل ما شايفين هون. طبعا حطيتهم بالمقلة وبدي أتركهم نوعا ما على حرارة متوسطة لحتى يبلشوا يعطون السوائل الموجودة فيهم، بعدين رح نحصل عليهم بهيدا الشكل. إذا عم تلاحظوا أخذوا لون عندي كتير منيح، نوعا ما صارت الاستوى تبع الدجاج شوي عالي، هيدا الشيء بيساعدني لحتى بالفعل كون عم باخذ الطعمات المطلوبة، عم خلي البهارات التشكيلي اللي أنا استعملتها تاخذ نكهة جدا رائعة. من بعد ما قلل الدجاج بهيدي المرحلة برجع باخذهم وبضيفهم على طنجرة ما في بقلبها شيء، بضيف عليها قطع الدجاج لحتى كمان أرجع أطبخهم بهيدي الطنجرة لحتى يستووا. طبعا قطع الدجاج أنا ضفتهم هون،
بقي عندي بهالمقلى الخواص المائي من الدجاج. هذا الشيء كتير مميز، هذا اللي انا بدي احصل منهم عليهم بطعمه لذيذه. رح اخذ هون عندي البصل الناعم ورح اضيفهم على المقلى هذا الشكل لحتى بلش خليهم يتقلوا مع بعضهم. رح اعلي شوي النار مثل ما شايفين هون، صارت عندي المكونات البصل عم يتقلى مع خواص الدجاج اللي ما كان. نحتاج نضيف عليهم شوية زيت أو هلا بدي نضيف عليهم معلقة زبدة سارة لحتى ندسم أكثر. أحسن وأحسن صحيح يعني. رح ناخذ معلقة الزبدة. البهارات بدها مهارات. صحيح. ومحلى هالمقلى. محلى هالمقلى. بتتذكري طبق بصلصة الحبق؟ ايوه بتذكري. نحن خلقنا أشعار أنا وسارة بمطبخ صباح النور. صحيح صحيح. انت قلت بقلبك ما كان بكفيني ساره جايبين لي طولي. لا لا بالعكس ابدا ابدا بالعكس بالعكس ننبسط فيكم تكونوا معنا بالمطبخ. الله يخليك. من بعد ما قليت البصل مع الزبده بدي اخذهم وانزل كل المكونات على الطنجره لهون. اخذت هذا الخليط رح شيل المقله على جنب. وطبعا هلا اللي لازم ينعمل اضافه كميه بسيطه من السوائل. عندي مرق الدجاج جاهز رح بلش ضيفهم على الطنجرة. هلا بدنا نسأل سارة. سارة يعني عملنا لها دعاية كل هالأسبوع. أوكي. آخر أسبوع من شهر رمضان لأنها طاهية ماهرة. صحيح. كيفك بالطبق أو الطبخ الخليجي؟ بعرف أطباق كثيرة يعني يمكن أكيد ما كلها، ولكن هو المطبخ الخليجي قريب للمطبخ الهندي أو الباكستاني. صحيح. من خلال استعمال اللحوم العالي، الرز الكثير، البهارات العالية، فبيعتبر مشابه في حاجات كثيرة. فلا بعرف يعني دعايتنا لم تذهب سودان. صحيح. لا أبدا. أبدا. لا صحيح. لا حنديك حنديك جزء. لا 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 مش بس لا لا وأبدا وأبدا الاثنين. يعني جواب بديهي من اللي بيلحق معدته قبل عقله وقلبه. انا من الاشخاص اللي بنبسط معهم لسارة بالمطبخ لانه بتحب الطبخ وبتعطيك هيك بتعطيك بوش كثير كبير. بدك يلا بدكم شيء؟ لا طلع امين. لا امين سوري عفكر بامين كمان اشتقنا له كذا حلقه. عيدك مبروك امين. عيدك مبروك. صحيح بنعايده لامين كمان وبنعايد كل المشاهدين. هلا هون بدي بمجرد ما انا حطيت المكونات بدي اتركها تغلي مع بعضها. بس بلش تغلي بدي اضيف عليها معلقه من نشا الذره رح ذوبها بالماء لحتى اخلي الصلصه نوعا ما متماسكه. ورح ارجع اخذ الصلصه مع الدجاج واضيفها على رز البسمتي المطبوخ قبل مسلوق بكميه عاليه من الماء كيف مسلق المعكرونه. برجع بصفيهم وبضيف عليهم شويه زيت لحتى اخليهم يكونوا مهرهرين. مع كورونا شو؟ مع كورونا. مع كورونا. وهلا رح نحضر الشوربه اللي هي حنحضرها جدا سهله وسريعه. هي شوربه الشوفان مع الخضار. رح ناخذ زيت الزيتون رح ننزل عليهم البصل. انتوا شايفين ضفت كميه البصل هون لحتى بلش قليهم. بدي اخذ معلقه خشب وقلب كل المكونات مع بعضها. بدك ساعدك؟ تفضل. طبعا ليل وضاهي في الخلط وهات موجودين بيناتنا بهالوقت. يعني اليوم المساعدة جدا مختلفة. يعني أنا اللي قاعدة وأنت اللي بتطبخ فأنا سعيدة. هي الحكم لجنة الحكم. نعم. فيك تبلش تحط العلامات. ممكن على العلامة إنه مبسوط. ضاهيني بالتقديم تشوف. ضاهيني بالتقديم. بتقديم الفقرات الرياضية السياحية الثقافية. لازم نحط بهارات على الملح كان غير الموضوع. هلا رح أخذ طبعا رح أخذ بهارات الخليجية المشكلة والبهار الأسود توني. بدك أنا أضيفه؟ إيه أكيد. رح أضيف رشة صغيرة من الملح لحتى تساعدني على البصل تعطيني المكونات كلها. بهالمرحلة هون أنا ما خليت البصل ياخذ لون، خليته بس يعطينا ميته وعم بيتخلط مع الخضار. رح ناخذ إذا بتريد توني الجزر المبروش ورح أضيفهم على الطنجرة. مش ناقصنا إلا وعد مع هالروايح القوية. صحيح. البهارات إذا عم تسمع إذا عم تسمعني هلا الله يسترني. طبعا هلا بعد ما ضفنا هدول رح أضيف عليهم الطماطم المفرومة ناعمة. كمان رح نضيف عليهم. هون يكون انا بلشت عم ضيف سوائل عليهم. واخيرا بدي ضيف الشوفان لعند الشوفان الابيض السريع الطهي لحتى تطلع معنا الشوربه بشكل سريع. عاده بنستعمل الشوفان الابيض. نضيف الشوفان. عم نعزبك يا توني اليوم. هذا بيعملها صحيه اكثر. صح بتصير بتروح على مجال الصحه اكثر. كيفك مع فطور او ترويقه الشوفان؟
لا ما بتحبيه، بس بتعرفي انه كثير صحي من السيء. بسمع انه كثير صحي، بس انا دائما بفضل التركيبات الاكثر سهوله والاكثر اكل، يعني انا مع الفطور اللي بيكون بيض، فول، سلطه، هذا هو فطور مفهوم الفطور بالضبط. اما صحيح. فطور الحبوب ما فطور الرياضيين ما قالك لا ما قالنا فيهم. هلا رح ناخذ مرق الدجاج اللي عندي واضيفهم على على المطنجره لحتى خلي المكونات بلش تتشرب. وهون نحن الفكره بمجرد ما انا طحنت الخضار فرما ناعما بالمكنه رح تساعدني انه الشوربه تغلي بشكل سريع وخلي الشوفان يتشرب وتصير عندي النكهه لذيذه. حبيت فرما ناعما صحيح، هذه اللغة العربية الفصحى. عم بجيك تقديم يا توني. ما رأيك بأن نذهب إلى فاصل في هذا الوقت؟ لما لا تقدم الفاصل للغة العربية الفصحى؟ تفضل تعطينا أنت. خلي خبزك للخباز ولو أكل. يا عم تسلم، شفت كيف رد لي إياها. إذا فاصل قصير من هالجامعة الحلوة من سارة من الشيف فؤاد ومن توني ثم نعود. رجعنا مشاهدينا واطباقنا، بتجهز عصير التمر الهندي من العصائر اللي انا بحبها جدا. شايف؟ صحيح، لذيذ ومنعش وبحسه صعب، ما بعرف ليه، يعني بحس انه هو الفكره سهله انه هو عصير منقوع تمر الهندي ومحلى، ولكن صحيح. ما دائما بيكون مزبوط او وزنته صح. رح خبرك خبريه ساره، عاده التمر الهندي المجفف موجود بالاسواق بتجي الباكي بهيدا الحجم، هيدي الباكي لازم تنقص لاربع قطع متساويه، اوكي حتى ما نفوت بالوزن تنقص اربع قطع متساويه، كل قطعه لازم تنقع بلتر من المي، من بعد ما ننقع بلتر المي ثاني نهار او بعد اربع خمس ساعات تكون تشرب ويفضل لتاني نهار بنشيل هدول التمر الهندي وبيتعصروا مزبوط باليد، من بعد ما نعصرهم بنضيفهم بقنينه وبنضيف نرجع عليهم تقريبا نص لتر من المي، يعني كل قطعه من التمر الهندي بتعمل لك لتر ونص من العصير. صحيح، حلو. طيب هلا شو رايك نعمل عصير مميز؟ يلا حنعمل عصير اليوم مميز، هو عصير اللوز او شراب اللوز مع التمر والزبيب بوصفه جدا لذيذه، ومكوناتها بسيطه، عندي اللوز المقشور وممكن استعمال اللوز الكامل الغير مقشور. رح اخذ التمر شايل منهم البذر او النواه، رح نضيفهم هون، ورح اخذ رشه من القرف الناعمه عليهم، رح ناخذ الزبيب عليهم كمان، طبعا عم نضيف هيدي القصص رح تعطينا طعمه حلوه، رح اخذ السكر واضيف عليهم 2 كوب من السكر، بعد ما نضيفهم بدي اخذ الزبادي او اللبن كمان نضيفه هون، ورح اخذ ماء الزهر ضيفهم عليهم. اذا عم تلاحظي كل المكونات عم حطها مع بعضها بتعطيني نتيجه سريعه. بالمقابل عم بستعمل حليب سائل كامل الدسم او قليل الدسم، هذا الشيء بيرجع لنا. هون ممكن استعمال حليب اللوز، ولكن انا لانه بمجرد ما استعملت اللوز حاحصل على الطعم المطلوبه. يعني المكونات بتدي فكره عن طعم العصير كيف حيطلع. صحيح. كمان فينا نشغله للاشخاص اللي ما حابين يضيفوا سكر، بنزيد كميه التمر بنزيدها اكثر وبنستغني عن كميه والتمر السكر. والتمر بيدي نكهه في المشروبات البارده وهو لما يتخلط رائعه. رائعه. طبعا انا هلا هيدي المكونات اطحنها رح احصل على عصير كثير ثقيل. صحيح. مثل ما شايفين صارت مكونات انطحنت. هلا من بعد ما صار عندي العصير الثقيل رح استعمل ابريق من العصير بداخله في ثلج. طبعا مقادير الوصفه عم تمرق قدامنا على الشاشه. طبعا هلا من بعد ما صار عندي العصير الثقيل رح اخذهم وضيفهم على
التلج. دغري على التلج بيصير في عندي من بعد ما يدوب التلج حيعطيني كمان الطعم تصير 100% مثل ما مطلوبه. مزبوط. انا رتور الصوت مفتوح عندي، فاول ما اشتغلت الخلاطه تقريبا انا سامع بصعوبه، فيا ريت بس تكفي رتور الصوت. تمام. هاي العصير صار جاهز، وبالفعل عصير صحي اذا استغنينا عن السكر. اذا نمشي كعصير صحي فينا نستغني عن السكر. شكرا. طبعا هلا من بعدها رح نرجع نسكب الطبق الرئيسي والشوربه اللي صاروا جاهزين عندي. رح نشيل المكنه. طيب. طبعا انا من بعد ما تركت الدجاج على النار يغلي حطيت له تقريبا كميه بسيطه من نشا الذره لحتى تتماسك الصلصه، تشوفوها بهذا الشكل مثل ما شايفين ليكو سمكتها، ما بدها تكون اسمك من هيك. هون رح اخذ عصره الحامض واضيف عليها، من بعدها رح ناخذ التمر اللي كمان شايلين منه البزر واضيفهم بقلب الوصفه. من بعد ما اضيفهم هيك لازم اتركهم على النار تقريبا حوالي 3-4 دقائق وبصيروا جاهزين للسكر. بهالوقت اللي بدي اسكب فيه انا الدجاج رح اخذ نسكب الشوربه. شو رايك ساريه تساعديني بشكل الشوربه؟ ممكن يا ريت. شيف وانا بسكب الشوربه تفضل بساعدك. حاسك سؤال سالوه المشاهدين عن حلو الام علي. صحيح. حلو الام علي بينعمل بعده طرق. بعدة طرق وبعدة مكونات مختلفة. صحيح. في مكان العجين، فممكن تدينا فكرة شوية مثلا عن أفكار لأنواع العجائن اللي ممكن تستخدم فيه. بيستعمل فيها عدة أنواع من العجائن، وأهمهم عادة هي متعارف عليها بتستعمل بعجينة الباف بيستري أو عجينة الألف ورقة. من بعد ما نكون موجودة عندنا من نشوية بالفرن للعجينة وبتتكسر وبعدين بتنضاف على الحليب والمطيبات الثانية. إذا بحال ما عندنا هيدي العجينة ممكن نستبدلها ب قلب الخبز الفرنجي او الباجيت، بناخذ اللب تبع الخبز وبكون ابيض بنجففه او بنشويه شوي بالفرن لحتى يقسى، بعدين بينضاف عليه الحليب مثل ما قلنا وباقي الاشياء. اذا بحال ما بدنا نستعمل هذا الشيء واللي هي اغلب الاوقات يستعمل الكرواسون. اذا كان عندنا كرواسون بالزعتر او الجبنه او اي نوع كرواسون، بمجرد ما نقصها نشيل الحشوه من داخلها صارت عندي العجينه موجوده، بقدر اضيفها على الطبخ على الطبق تبعي طبق الحلو وبتصير كمان جاهزه. حلو. اذا مشاهدينا يعني الكرواسون او عجينه الباف باستري صح. بعد شويه في الفرن او بقايا قلب العيش. صحيح. صحيح. حتى في شغله ذكرتني فيها ريتا اللي هو ممكن استعمال خبز التوست البندومي. ناخذ بنشيل الاطراف وبنستعملها كمان عليها مثل ما شايفين. انا ضفنا الدجاج على الرز. حلو. هذا الشكل. سكبت هنا الشوربه. شكرا. اعتقد الكميه معقوله جدا معقولة. يعني كشاف كنت حتسكب نفس الكميه او اكثر او اقل؟ نفس الكميه نفسها. يلا هلا صار عندي الدجاج جاهز على الرز، رح اخذ انا كميه من الصلصه وضيفها عليهم. رح اخلط الصلصه مثل ما شايفين الصلصه صارت متماسكه ولونها لذيذ. فينا نسكب الصلصه تكون مرافقه على جنب كمان لو الناس حبت انها تزود. صح. وهي بتاكل. صح. انا عم فضل اخذ هون الهيدا لحتى يطلع لي التمر اللي صار منقوع بالصلصه اللي بالفعل حيعطي نكهه لذيذه. ما رح كتر كثير صلصه على الرز لانه يفضل انه الاشخاص يضيفوا الصلصه هن قد ما بدهم. مثل ما شايف يا ساره هيدا الطبق صار جاهز. أطباقنا الرمضانية اليوم ختمناها بهذا الشكل بالدجاج بالمطبخ الخليجي وبالفعل أطباق جدا مميزة. بنوجه تحية لكل المشاهدين لكل الدول العربية بالطبع وللخليج، وطبعا أطباقنا مثل ما شايفت صارت جاهزة واليوم بيكون آخر طبق بيتحضر لشهر رمضان المبارك. صحيح. كل عام وحضرتك بخير وكل عام وكل مشاهدينا بخير. وإحنا حاولنا مشاهدينا خلال الشهر الكريم أنه ننقل يمكن لمحة من كل مطابخنا. صحيح. العربية اللي بتتميز بأكلات الجدا رائعة. نتمنى أنه نكون توفقنا في أنه نعملها. صحيح. وأنا ينعاد عليك. وعليك يا رب. وجه تحية كمان لكل الطهاة اللي كانوا عم يشاركونا بشهر رمضان. صحيح. وينعاد عليهم كمان وكمان ساعدونا وعطونا أطباق جدا مميزة. شكرا جزيلا شيف. شكراً. وخلينا ننتقل الآن من سحر المطبخ إلى سحر الحكاية مشاهدينا مع الحكواتي خالد النعنع. يا أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. ومنرحب بسحر سحر سارة بينيطنا أيضا. نعم. أهلا وسهلا. سحر سارة وسحر المطبخ وسحر الكلام وسحر صرنا مسحورين. أهلا وسهلا فيك خالد. اليوم عن شو خبرنا اليوم حكايتنا؟ اليوم
ختاما ان شاء الله حيكون مسك وان شاء الله يا رب ينعاد على الكل بالصحه والسلامه وراحه البال اهم شيء. وعليك كمان. اليوم بدنا نحكي عن زلمه كان مزوج وكان عنده ولدين صبي وبنت، كان كل همه انه يامن حياه كريمه ومستقبل منيح لاولاده، علشان هيك كان يشتغل ليل نهار لحتى يلبي لهم حاجاتهم. كان عنده مبلغ صغير، هالمبلغ الصغير صار يكبر ويكبر لحتى ما أسس شركة صغيرة، وهالشركة الصغيرة كمان صارت تكبر وتكبر لحتى صارت من أهم الشركات على المستوى المحلي. وبس تكبر الشركة بده يزيد الشغل، صار يضطر هالزلمة من وقت لتاني يسافر لبرا ليمشي أمور شركته. وكانت مرته كل يوم كل سفرة تروح تستناه بفارغ الصبر. مرة من هالمرات رجع من السفر، راحت تستقبله وهن وراجعين على البيت بيعملوا حادث. هالزلمة بتوفى ومرته بصيبة مرض ما بيخليها تقدر تتحرك من وراء هالحادث هيدا. بعد الدفن والعزاء بيجي خيو لعندها وبيقول لها انت هلأ حركتك صعبة وإدارة الشركة بدها مجهود كبير وأنا موجود لساعد. بتتشكروا كتير وبيتولى هو هيدي المهام وبيصير يوميا بيجي لعندها. وراء بدها مضي، قرارات بدها تتاخد، بس بيوم من الأيام بيقولها الموضوع صار متعب، في قرارات لازم ناخدها بساعة الساعة ولازم بقى يعني نلاقي حل. قالت طب شو بتقترح أنت؟ قال أنا بقترح تعملي توكيل، هيك ساعتها بقدر أخذ القرار بسرعة، توكيل عام. فبتقول له أنت عم الأولاد وأنت خي جوزي أكيد إلك كامل الحرية والصلاحية وبتعمل له هيدا التوكيل. هالزلمة للأسف ما بيكون قد الأمانة، شوي شوي بصير ببيع من ممتلكات هيدي العيلة، وشوي شوي بصير بصفي هالشركة لحتى يخليه يبيعها على الآخر، بياخد هالمصاري وبسافر فيهم لبرا. المرة لما تسمع بالخبر بتجاوب بجملة واحدة كتير ناس بيستغربوها، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل. لك شو حسبي الله ونعم الوكيل؟ لازم تنجن تقوم تعيط تصرخ. قالت لهم حسبي الله ونعم الوكيل. هالزلمة بيوصل لبرا معه كل هالمصاري بيعمل شركة، وهالشركة بتكبر وبتكبر، والألف بصيروا ألفين والمليون بصيروا مليونين لحتى لما شركته بصير ضخم كتير. هالزلمة عم بيكبر بالعمر، قال خلص خليني ارجع على بلدي استقر واتزوج. بصفي اعمال شركته وبيشتري قصر ببلده وبينقل كل الاعمال على بلده بأسس الشركة هونيك، بضب اغراضه بحضر شنطته بيركب بالطيارة وبيرجع على بلده. بيوصل على المطار بيطلع بهالسيارة وهو رايح على قصره بنفس المحل اللي خيه ومرته عملوا فيه الحادث، بيعمل حادث وبيموت. ولكم أن تحذروا مين الورثة الوحيدين، ما عنده إلا أولاد خيه الوحيدين اللي ممكن يورثوه. بيوصل الخبر لمرته، أولادك ورثوا شركة ضخمة وورثوا قصر كبير، شو قولك؟ قالت لهم الله يسامحه ويرحمه، كان لازم قبل ما يعمل هالعملة كلها يعرف انه هيدول ايتام وانه مهما مر الزمان الا ما يرجع الحق لاصحابه. وهيك صار، وتوتي توتي خلصت الحتوتي، وان شاء الله يا رب كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم وشوفكم بركة إن شاء الله برمضان الجاي. كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة. ولو ملاحظ توني أنه القصص قصة أمس وقصة اليوم يمكن قد في رابط بيناتهم، العصرية دائما القصص بنتخيل فيها فارس وحصان وخيمة،
قصة أمس كانت مصنع واليوم في شركات، فالقصص كمان بدأت تكون أكثر جديدة وفيها تفاصيل جديدة. لازم دائما تواكب العصر وتواكب المجتمع. ما في أنا هلأ أقعد أحكي خمس ساعات للناس وعلى شيء قديم، ليش؟ ما نحن عايشين بالعصر الحالي، فينا ننوع، وهذا التنوع كمان مثل الشيف بنوع مطبخه وخبرياته. بس اللي ما بيتغير وبغالبية قصصك موجود إنه الله بيعطينا حقوقنا مهما طال الزمان. صحيح. الله هو الكفيل الأول بأنه يرد لنا حقوقنا وحقوق المظلومين والفقراء خصوصا. وإذا ما أخذنا حقنا هلأ إلا ما يجي وقت أو حتى بعدين رح يرجع لنا الحق. نعم. كل عام وأنت بخير وصحة وعافية وينعاد عليك. مشاهدينا حلقتنا وصلت لآخرة، ولكن قبل أن نختم اسمحوا لي أن أول شيء أعايد كل زملائي العاملين في التلفزيون العربي وأشكرهم على أنه جعلوا من السهل علينا أن نقدم هذا البرنامج خلال الشهر الفضيل وخلال هذه الأزمة وهذه الظروف التي مررنا بها. كل عام وأنتم جميعا بخير. مشاهدينا أنتم أيضا أنتم الأصل، كلنا هنا نعمل من أجلكم. شكرا جزيلا لمتابعتكم لنا طيلة الشهر الفضيل، نتمنى لكم فترة أعياد سعيدة وفرحة، وأيضا ابقوا في المنازل للوقاية. بكرة حلقة العيد ترقبونا مع منتجة زيتا للتشويفاتي، بس أنا وياك بنرجع يوم الاثنين. عرفت أنه طلبتي من ريما زرزور غنية بحلم بيك. صحيح. بدك تحلمي فيها من هلأ للثنين، لأنه الثنين رح تعزف لنا التنين رح تعزف لنا إياها مع يزن. هيدا نخليك متشوقة أكتر تتلاقيني وتلاقي ريما وتلاقي مشاهديك يوم التنين. إلى لقاء مشاهدينا، نختم مع مستنياك لعزيزة جلال، ريما زرزور، فطر سعيد، وإلى اللقاء.